أهلا بحضراتكم. وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه ودعم اقتصاديات السوق الحر وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.